مقاربة جديدة سيتم تفعيلها بعد صرف أموال طائلة في النقل بسبب تمويل 6 ولايات بمختلف المنتجات، على رأسها المنتجات الفلاحية لكل ولايات الوطن بنسبة 70%. مقترحات طرحها مختصون للخروج من تمركز الأمن الغذائي بهذه الولايات 6، من بينها التوجه نحو نقل البضائع بطريقة منظمة عكس الطريقة الكلاسيكية التي تكلف نقل منتوج 6 ملايين سنتيم للشاحنة الواحدة. جزائر ولاية الواد هذا بالنسبة للشاحنة التي تسرجي 110 طن 100 قنطار. حنا توكيل النقل من الجزائر العاصمة إلى ولاية الواد راهو من 5 ل 6 ملايين، معناها 500-600 فرنك في الكيلو. هذه بلا ما نهضروا على الخدامة اللي رامي يسرجوا لك بزوج ملايين ويهبطوا لك 1.5 مليون، المصاريف وكيل المعتمد اللي يدي عليك مثلا سلعة 10 ألف فرنك ولا 8 ألف فرنك ولا 9 ألف فرنك، يدي عنك 700 في الكيلو. معناها كي نقولوا 700 في الكيلو راهي معناها 7 ملايين في الكاميون. الفلاحون من جهتهم طرحوا إشكالية سوء توزيع إنجاز أسواق الجملة في الوطن ومركزية الإنتاج، راجع إلى افتقار بعض الولايات إلى الموارد الطبيعية كالمياه. وين يكون الكثافة تاع الإنتاج؟ وين يكون مارشي دوغرو كبير؟ لأنه هنا تسهل العملية في زوج حوايج، الفلاح يمشي بها للمارشي دوغرو للسوق الجملة، وسوق الجملة تتحدد الأسعار فيه وتتوزع على المناطق المجاورة. أما اليوم مثلا أنا نعطيك مثال، وراه كاين قلت لك باللي الأسواق الجملة راهي متمركزة بطريقة رهيبة على المناطق الشمالية. بعد تشخيص إشكالية تمركز أمننا الغذائي في 6 ولايات، وجب على السلطات توسيع رقعة الإنتاج لتشمل ولايات أخرى التي تملك المؤهلات لتكون رائدة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة النقل التي تكبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.